حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. بعد التحية سعادة الشيخة مرام، طبعا نجاح المرحلة الأولى من مبادرة دمتي خضراء، كيف تقيمين هذه المرحلة وأيضا كيف تقيمين مدى تجاوب وتعاون كافة الجهات في تحقيق أهداف هذه المبادرة؟ الحمد لله رب العالمين. كانت الفكرة الأساسية اللي حبينا نحققها من خلال الحملة الوطنية للتشجير، نعم، هي السعي لإنجاز مشاريع التشجير الخاصة بالبلديات وإيجاد آلية مناسبة لتذليل عملية مساهمة القطاع الخاص والجهات اللي مهتمة بتمويل مثل هذه المشاريع. فلعبت، نعم، المبادرة دور التوفيق ما بين الجهتين، والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى وفق، وكان تجاوب فاعل من الجميع فاق تصوراتنا، بدءا من الجهة المعنية وهي وزارة شؤون البلديات والمجلس الأعلى للبيئة ومدراء البلديات الأربع وفرق العمل اللي عندهم. أول ما كلمناهم رصدوا المواقع اللي حابين انهم ينفذونها في الحملة، وتابعوا إيجاد الجهات اللي بينفذون المراحل من الشركات الخاصة. وبعدين أيضا خاطبنا القطاع الخاص وتجاوبوا معنا أيضا بصورة كبيرة وإيجابية، سواء مؤسسات صناعية أو مالية أو تجارية أو خدمية، نعم، كلهم قاموا مشكورين بكفالة تكلفة المشاريع المختلفة اللي ذكرنا إنجازها. ونتج عن ذلك ولله الحمد إتمام، ابتدينا ب 27 موقع رصدناها في البداية، ولكن بحكم التفاعل الإيجابي واللي الحمد لله فاق تصوراتنا، المجموع النهائي كان 34 موقع بالتعاون مع البلديات الأربع، و36 موقع آخر ما كنا حتى حاسبين حسابهم، بس الحمد لله رب العالمين تهيأت الفرصة وطلعت كأنها مشاركات داعمة من أفراد ومن مؤسسات قطاع مدني، من مؤسسات تعليمية ما كانت أصلا في خطتنا، لكن الحمد لله رب العالمين ما قصروا، وكذلك كلهم يعني موزعين على المحافظات الأربع، وجاءتنا طلبات كثيرة وما زالت تأتينا طلبات ولله الحمد. نعم، يعني طبعا المرحلة الأولى قد تمت يعني زراعة 49 يعني شجرة ألف شجرة وشجيرة، ولكن نتكلم عن طموحاتكم سعادة الشيخة مرام واستشرافكم للمراحل الأخرى يعني في سياق هذه المبادرة. نعم، أنت تطلع إلى تكرار هذه الحملة سنويا بإذن الله، نعم، في الموسم الزراعي دائما. فإن شاء الله المرحلة الثانية بنعلن عن إطلاقها خلال شهر أكتوبر القادم في نهاية هذا العام، ويمتد، نعم، بإذن الله إلى شهر مايو 2023 ومع كل موسم زراعي في الأعوام القادمة. ونتمنى أن الله سبحانه يبارك في جهود الجميع وفي كل غرس يزرع على هذه الأرض الطيبة، ويديم على البحرين وأهلها كل النعم والنمو والتقدم والرخاء بإذن الله إن شاء الله. سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، شكرا جزيلا لك.